إحياء للذكرى 68 لاستشهاد البطل باجي مختار، احتضن مسمع عيسى جبل خير بالقطب الجامعي البوني معرضا للصور والكتب التاريخية والثورية تخليدا للذكرى. كما أقيم بالمناسبة ندوة تناولت خصال الشهيد البطل باجي مختار وتضحيات الشهداء والمجاهدين إبان ثورة التحرير. أشرفت على تنظيمها الجامعة بالتنسيق مع مديرية المجاهدين لولاية عنابة ومتحف المجاهد علي كافي بسكيكدا بحضور عائلة الشهيد باجي مختار التي أشرف والي الولاية على تكريمها بالمناسبة تخليدا لروح الشهيد الرمز الذي تعتز وتفتخر جامعة عنابة بحمل اسمه.